مرحبا هذا. اليوم عم نحكي عن كومبارس والناس اللي ورا الكواليس، يعني الناس المهمشين بالعموم. فأنت كعازف عود، إمتى بتلاقي حالك نجم وإمتى بتلاقي حالك كومبارس؟ الفكرة بس اللي بدي أحكي فيها بالبداية إنه هي قديش مدى وقع كلمة كومبارس بنفسي أنا كهادي وعند الآخرين، يعني لأنه بالنسبة لي ما بعتبرها هي إهانة إذا بدي أنا أقول لحد أنت كومبارس، فهي أبداً ما أنا إهانة، هي جزء من العمل. حتى في حادثة صارت معي من كم يوم، كنا عم نعزف في مكان، فطالع مع أب وابنه اللي عازف كمانجة وعازف إيقاع، هن أوريدي متعودين يعزفوا مع بعض على طول. فطلعت أنا معهم، وفي شيء كمان بالموسيقى له علاقة بالجمهور، تفاعل الجمهور، فهن آخذين على القصة تماماً، فجأة بيغيروا البرنامج اللي نحن متفقين عليه وبيطلعوا بقصة جديدة أنا ما بعرفها. فبصفن هيك للحظة إنه شو عم بيصير، طيب شوفكم بس حدا يعطيني خبر. حاولت أفهم من أي علامة هن آخذين، من أي سلم يعني وهيك، وبس صرت عبي وراهم أكوردات يعني. فهي اللحظة كانت هيك ما بعرف يعني. هي اللحظة أنت بتصير نجم على فكرة، أنا بتحس إنه صار عليك السبوت وكل العالم شايفينك. مين ها؟ عم شوف كل العالم هيك. قديش العالم بتشوف الكورال والعازفين هن كومبارس؟ هلا بعتقد إنه كل ما كان العمل متكامل وناجح فهو نجاحه بيكون للكل يعني. أوكي المطرب هو بس اللي بينعرف بال. إذا كانت طالعة غناء جديدة غالباً المطرب هو تماماً هو بس اللي منعرف اسمه وكذا والعازفين بس. لا من بين الموسيقيين وبين الناس اللي تشغل موسيقى العازفين بشكل عام أخذين حقهم، وبرجع بأكد طالما نجح العمل فالناس أخذت حقها يعني. برأيك العالم ما بتشوف هيك؟ في ما في عنده هاي النظرة العالم؟ بتغيب عنا التفاصيل الثانية، بدها تشوف بس نجم واحد، بدها تشوف نجم واحد وشوف تكامل العمل يعني. كيف عفوا نطلع على الجانب المشرق شوي، ممكن الناس اللي بتسمع موسيقى منيحه تميز انه عازف العود كان مميز مميز عفوا او تماما. عازف البركشن مثلا او كذا انه بيميزه ما انه بس المطرب يعني انه هو. لا بعتقد كمان في تجارب عم تصير يعني، مثلا بيكونوا فرقه معينه عاملين فرقه بيصيروا بيعطوا سولو لكل عازف اثناء بقى هون بنجم اي تماما هون بيصير يعني بيصير في له يعني هيك بيصير في له مجال هو يقول شيء هيك اللي بمزاجه. وفي تجارب كثير يعني ام كلثوم مثل لما كان احيانا القصبجي السيم او العازفين اللي معها بشكل عام عازفين الناي موجوده هاي القصص يعني اذا بتسمعوها هذا تبع عظمه على عظمه يا ست صار نجم اي تماما يعني رغم انه هو مستمع بس صار نجم شهر يعني. هو ما عندكم بعد قديش في كومبارسات بالعالم؟ يعني كثير. قديش في عالم بتحب تكون كومبارس؟ قديش في عالم بتحب تكون كومبارس؟ ما بتخيل اذا في حدا بيحب هيك يتقص، ما بعرف يعني ما بعرف، هي بحسها حالة انت من شخصية. انت الناس بتحب يكون مسلط عليك الضوء ولا بتحب تضل هيك مخفي؟ انا بالنسبة لي ما بتفرق كثير معي طالما انه انا عم بشتغل الشيء اللي بحبه ومؤمن بعملي يعني، بس هي الفكرة بالنسبة. بتحس النجومية انعدام خصوصية؟ ممكن بلحظة هي يعني ممكن بتصير العالم بتراقبك اكثر، بتصير بتدقق على تفاصيل كثير بحياه اي شخص يعني، ممكن تكون تمرق هاي التفاصيل كثير عاديه بس لانه هذا النجم معروف فهي بتصير هيك يعني نقطه سوداء او بتصير العالم بتدقق عندها تماما. كيف بننقل للعالم تخفف شوي من الحده تبع الابطال وترفع شوي من الدوس تبع الكومبارس مثل ما هي بتشوف او هيك مثل ما عم نفترض نحن؟ مره في حلقه عملوها بوضع الضوء لما بيكون في مسلسل عم صور مسلسل فدائما بيكون كل الدعم لل ثوره الكومبارس اي ثوره الكومبارس تماما وبيعملوا ثوره وبتكتشفي بهذيك اللحظه قديش عن جد هن الكومبارس مهمين وهن جزء من اي عمل وما بيكمل بلاهم يعني. تماما مو بس الكومبارس، الناس اللي بيشتغلوا ورا الكواليس تماما تماما يعني الشباب الكاميرامان واي حدا قائم على العمل فهو جزء من هذا العمل، هو اللي انتج العمل عمليا. بدنا نسمع شيء يا هادي؟ نسمع شيء؟ يلا نسمع. اليوم انت البطل. يعني مو بالضروره. معلش معلش خلينا ندللك. Thank you.